قد تصلي 60 سنة ولا تقبل صلاتك، هل تعرف ما السبب؟ أبو هريرة رضي الله عنه يقول إن الرجل لا يصلي 60 سنة ولا تقبل منه صلاته، فقيل له كيف ذلك؟ فقال لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا قيامها ولا خشوعها. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الرجل لا يشيب في الإسلام ولا يكمل لله ركعة واحدة. قيل كيف يا أمير المؤمنين؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. ويقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يأتي على الناس زمان يصلون وهم لا يصلون، وإني لا أتخوف أن يكون الزمان هو هذا الزمان، فماذا لو أتيت إلينا يا إمام لتنظر أحوالنا؟ ويقول الإمام الغزالي رحمه الله إن الرجل لا يسجد السجدة يظن أنه تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ووالله لو وزع ذنب هذه السجدة على أهل بلدته لهلكوا. سأل كيف ذلك؟ فقال يسجد برأسه بين يدي مولاه وهو منشغل باللهو والمعاصي والشهوات وحب الدنيا، فأي سجدة هذه؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة، فبالله عليك هل صليت مرة ركعتين فكانت قرة عينك؟ وهل اشتقت مرة أن تعود سريعا إلى البيت كي تصلي ركعتين لله؟ هل اشتقت الليل كي تخلو فيه مع الله؟ يقول سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه لم يكن بين إسلامنا وبين نزول هذه الآية إلا 4 سنوات، فعاتبنا الله تعالى فبكينا لقلة خشوعنا لمعاتبة الله لنا، فكنا نخرج ونعاتب بعضنا بعض نقول ألم تسمع قول الله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، فيسقط الرجل منا يبكي على عتاب الله لنا. فهل شعرت أنت يا أخي ويا أختي أن الله تعالى يعاتبك بهذه الآية؟ لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر لعظمة من عصيت. ملاحظة، ساعد على نشرها لعل الله يفتح بسبب إرسالك لها قلبا مقفلا لاهيا ساهيا في صلاة.